بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، سعد الله صباحكم هذا وأوقاتكم بكل خير مجددا دائما مع انطلاقات سن الإذاعة شعارات أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى في هذه الرحلة التوفيق والناموس للإخوة المشاركين، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لجميع الشعارات الحاضرة إلى أرضية هذا الميدان. وكما تعلمون ونحن دائما نعلم بأن الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وبتوجيهات ودعم لا محدود لهذه الرياضة من سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظ الله ورعاه. شكرا دائما لنادي دبي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، والشكر دائما موصول إلى المكتب الإعلامي التابع لنادي دبي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة على هذه اللقطات وعلى هذا التواجد الجميل دائما هنا في هذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا لجميع اللجان العاملة هنا بأرضية هذا الميدان. شوطنا الأول خصص لإبكار المحليات لأصحاب السمو الشيوخ، نتمنى إن شاء الله دائما تستمتعون معنا هنا في عربة النقل. في التعليق الوصف التفصيلي للمراكز العشر، شقرة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة والطويلة، أيضا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث هنا الشوائين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بارك محمد بن عيسى المطيوعي، وفي المركز الرابع بنقول القرموشه ولا المرعوشه في رابع الماكس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسالم بن نايع بن سالم الاغفلي، وفي المركز الخامس وسادس المراكز كلها تعود ملكيه سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مع مطر بن خلف بن علوان من يضمر مطيله والشرود، وفي المركز السابع هناك من الجانب الثاني منظر سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم مع سيب بن خلفان الغويص، وفي المركز الثامن من تاتي في هذه اللحظات هملوله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز التاسع ما شاء الله مصيحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان، وعاشرا حشيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهناك محمد بن عبيد بالذبيلة. هكذا مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم، النداء الأول للعشرة المراكز الأولى، وشقرة بنقول هي صاحبة الإنجازات هنا في هذا الميدان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة في عملية تضميرها. يا سلام يا أبو محمد، يا سلام يا أبو سعيد على هذا الأداء الطويلة، تليها ثانيا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، وثالث المراكز هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مع شواهين سهيل مبارك بن حمد العيسى المطيوعي، ومنظر تأتي رابعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسيب بن خلفان آل غويص، وهملوله خامسا سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد، والمرعوشه سادسا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسالم بن نايع الاغفرلي، وفي المركز السابع هنا من تاتي مصيحه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسهيل بن مبارك بن برخان، وثامن المراكز والتاسع هنا مصيحه ومطيله والشرود سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومطر بن خلف بن علوان، وفي المركز العاشر صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن عبيد بن دبيلة. هكذا مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم للعشرة المراكز، دعناها عليكم بالفو والتمام. هكذا كان الوصف للعشرة المراكز والشروط، ما شاء الله تبارك الرحمن، عنوان دائما مع الناموس. الشروط ما شاء الله تبارك الرحمن، منظرا وناموسا دائما يأتينا هنا على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله الشرود.
ولا شقرة عفوا شقرة 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 سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة المضمر مضمر شقرة مضمر شقرة والصامد مع شقرة حتى هذه اللحظات على القمة. يا سلام قلت لكم صاحبة الإنجازات صاحبة النواميس في أرضية هذا الميدان وكما تشاهدون ما شاء الله بدون أي أوامر أبدا بدون أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر عليها أبدا أبدا ما شاء الله يا أبو سعيد ما شاء الله يا أبو سعيد رغم الضغوط من هملولة ولكنها صامدة في موقعها صامدة في موقعها متحدية في موقعها حتى هذه اللحظة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد بن مكتوم ومضمر شقرة محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. يا سلام يا بن حلوة المرق الثاني هملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد والميتين المتر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية وشقرة شقرة في هذا الموقف الجميل في هذا الموقف المميز الذي يسبق ختاميات الخليج. يا سلام بنقول شقرة والتهاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم شكرا محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي على هذا الأداء الجميل والمتواصل ما شاء الله منذ بداية الموسم وحتى هذا اليوم الأخير. المركز الثاني هملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفي المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن نايف عمل التضمير. المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. 6 دقائق التوقيت الزمني و10 ثواني تهانينا والناموس.